السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن المنح الدراسية مو بس بالسويد، رح نحكي عن المنح الدراسية داخل السويد وفي أوروبا. بالحقيقة هذا الفيديو رح يتقسم لثلاث أقسام. القسم الأول رح نحكي فيه عن المنح الدراسية والدراسة بالسويد. القسم الثاني رح نحكي فيه عن خليني أقول أفضل خمس منح دراسية أو أفضل خمس جامعات بتعطي منح دراسية. والقسم الثالث رح نحكي فيه عن بعض المواقع المهمة اللي بإمكان الأشخاص بأي دولة، أو خليني أقول حصرا الأشخاص العرب أو الأفراد العرب بإمكانهم يدوروا على منح دراسية داخلها. خليكم معي لنتابع المواضيع الثلاثة. قبل ما أفوت بموضوع المنح الدراسية بالسويد وكيف إمكان أقدم عليها أو شو أنواعها، حابب نوه هالموضوع إنه إن شاء الله رح يكون باستمرار في تحميل أهم المنح الدراسية الموجودة سواء بالسويد أو سواء بأوروبا على صفحتنا في الفيسبوك. فمشان هيك بإمكانكم تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك، ممكن نعمل تحديث للصفحة دائما عن مواضيع المنح الدراسية ونحاول نحملها على صفحتنا إن شاء الله. فإمكان المهتمين بهذا الموضوع بإمكانهم يتابعوه على صفحتنا، بالإضافة لهالشيء إنه في كتير صفحات معنية بالمنح الدراسية بإمكانكم كمان تتابعوها. وإنما أنا عم بحكي هيك للتنويه. هلا خلينا نفوت بموضوع المنح الدراسية بالسويد. هلا بالحقيقة لحتى اتعرف على المنح الدراسية لازم ناخذ فكرة عن موضوع الدراسة بالسويد. طبعا الدراسة بالسويد الجامعية بتتألف من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الإجازة الجامعية أو الليسانس أو البكالوريوس، يعني حسب المصطلح المستخدم كل واحد بدولته. المقصد هو أول أربع سنوات في الجامعة بعد الثانوية العامة. المرحلة الثانية من الدراسة هي مرحلة الماجستير. المرحلة الثالثة هي مرحلة الدكتوراه. هلا بالحقيقة بالنسبة لموضوع المنح الدراسية اللي لها علاقة بالإجازة الجامعية، طبعا هي منح نادرة جدا، وغالبا هي المنح بتكون مسؤولة عنها مؤسسات أو هيئات. هي الهيئات بتكون موجودة بالدولة اللي صدرت الأشخاص لدولة السويد، فبالتالي ممكن تكون منح مجانية بالكامل، بس هي الحقيقة بتتعلق بالبلد اللي موجود فيه الشخص. لأنه بالحقيقة هي دراسة الإجازة الجامعية هي دراسة يعني نادرا ما يكون في منح، أو بالحقيقة أنا سابقا ما سمعت أنه في منح كاملة مجانية للإجازة الجامعية، وإنما سمعت بالحقيقة بمؤسس أنه في مؤسسات لكن ما لها موجودة بالسويد، مؤسسات خارج السويد. هي بترجع لكل شخص والدولة اللي عايش فيها، إذا في مؤسسات عم تعمل عم تحجز كراسي خاصة للدراسة بالسويد أو بغير السويد، يعني ما شرط يكون بالسويد. وحتى موضوع الدراسة بالحقيقة للإجازة الجامعية، بدي نوه عن موضوع إنه الإجازة الجامعية إذا كانت في منح فغالبا المنح بتكون منح فقط للجامعة، يعني منح جامعية. كيف يعني منح جامعية؟ إنه الجامعة عم تتكفل فقط بتكاليف الجامعة لكن ما عم تتكفل بتكاليف المعيشة، فبالتالي إنه الشخص بإمكانه يقدم على المنحة. إنه بهالحالة بيكون انتهى من رسوم الدفع، رسوم الجامعة، لكن بصفي الظروف المعيشة. وظروف المعيشة طبعا ما لها رخيصة بالسويد، يعني بصراحة هي غالية. طبعا هون في طريقتين للإجازة الجامعية، خلوني مشان ما فوت بالموضوع يفوت تشابك الموضوع خليني فصله بشكل أكثر. إذا الجامعية في طريقتين لتقديم المنحة، أما بتكون منحة انت دافع تكاليفها، يعني منح قبول جامعية، فبتجي انت بتدفع تكاليف الجامعة وبتدفع تكاليف المعيشة، او بتجي منحة عن طريق انك انت تدفع بس تكاليف المعيشة تبعك. طبعا الجامعة مفتوحة للجميع، اي شخص بامكانه يقدم على الجامعة، واي شخص بامكانه يقدم على المنحة، واي شخص بامكانه يدرس بمصاري يعني بالنهاية. لكن طبعا احنا عم نحكي عن المنح، يعني انا شايف انه الموضوع مكلف في الحقيقة، لكن للناس اللي حابة تتعرف على المعلومات تعرف معلومات انه هل في منح ولا لا. بالنسبة لموضوع الاجازة الجامعية مثل ما قلت انا بتحمل التكاليف كاملة، والتكاليف كاملة غالبا بتكون بحدود ال 12000 دولار بالسنة الدراسية. هي تكاليف الجامعة فقط، يعني اي ما يقارب خليني اقول 100000 كرون. بالنسبة لموضوع تكاليف المعيشة، تكاليف المعيشة اللي حابب بيدرس بمصاري او اللي اجته منحة فقط، المنحة هي بس تدفع تكاليف الجامعة. تكاليف المعيشة عم بتكون لازم تثبت للدولة السويدية انك انت قادر على انه يكون او قادر انك تحمل تكلفة معيشتك، فمشان هيك لازم تثبت لهم كشف حساب انه انت عندك ما يقارب 8500 كرون شهريا بحسابك، فانت قادر تصرف على حالك لمدة سنة، فبالتالي لازم يكون كشف الحساب هو ما يقارب كمان 100000 كرون. هدول لازم كل سنة انت عم تسجل بالجامعة، لازم تجيب هذا الاثبات وتثبت انه انت عندك هذا الكم من
من المصاري لحتى تقدر تتابع موضوع دراستك هون. هذا بالنسبة لموضوع طبعا الإجازة الجامعية، وبصراحة الموضوع مكلف، بالإضافة لموضوع التكلفة إنه هو بده معادلة أحيانا، يعني ممكن يطلبوا منك إنك بس تجي على السويد إنك تعادل الثانوية، ممكن يشوفوا إنه هي ناقصة، ممكن أنت تدرس مادة أو مادتين لتهيئ نفسك للدخول للجامعة، بالإضافة لموضوع دراسة اللغة السويدية. فالموضوع بصراحة أنا شايفه مكلف، وخلونا يعني نبعد عنه ونحكي على موضوع تاني، موضوع الماجستير وموضوع الدكتوراه. هلا بالنسبة لموضوع الماجستير، بالحقيقة موضوع الماجستير هو بالحقيقة أسهل، أسهل بناحيتين. أسهل أول شغلة تكلفته أقل، يعني غالبا دراسة الماجستير عم تكون سنة أو سنتين، لكن الأغلب يعني دائما في منح متوفرة، والمنح هي إنه أنت يا إما تعفى من رسوم الجامعة وبيصفي عليك إنك رسوم الحياة المعيشية، رسوم معيشتك، أو عم بيكون أحيانا مجاني بالكامل. لكن كتير قليل البرامج اللي لها علاقة كمان بالماجستير، موجودة لكن قليلة. هلا بالنسبة لموضوع السويد، بالحقيقة بشهر 10 كان في منحة لطالبين فيها طلاب ماجستير، وكانت مدفوعة التكاليف كاملة، وطلبوا 255 شخص. بس للأسف المنحة هي بتبلش بشهر 10 وبتنتهي بشهر 1، لازم يقدموا عليها الأشخاص، يعني بينتهي تقديمها بهالفترة هاي. نحن الفيديو تبعنا اجى شوي متأخر، لكن بإمكانكم تتابعوا هذا الموضوع. الجامعة عم تكون مقدمة من المعهد السويدي، عم يطلبوا 255 كرسي، المنحة عم تكون مدفوعة التكاليف كاملة، طبعا عم يدفعوا راتب للشخص هذا، راتب ما يقارب 8000 كرون، أي ما يقارب 1000 دولار تقريبا، بالإضافة عم يدفع تكاليف الجامعة. هذا بالنسبة إذا كانت المنحة مجانية بالكامل. طبعا دراسة السويد كمان عم تكون المنحة أحيانا هي إنه الجامعة عم تدفع تكاليف الدراسة، وأنت بصفي عليك تكاليف المعيشة. تكاليف المعيشة نفس اللي حكيتها بالنسبة للإجازة الجامعية، إنه أنت لازم تثبت للدولة السويدية إنه أنت معك ما يقارب 8000 كرون شهريا خلال فترة تواجدك بالسويد، طبعا خلال فترة دراستك، وهذا الطلب مثل ما قلنا كل سنة بتجدد. موضوع بالحقيقة هو الموضوع الأهم بموضوع المنحة الدراسية هو موضوع الدكتوراه، لأنه موضوع الدكتوراه في أول شيء إغراء أكثر، ثاني شغلة في فائدة أكثر، ثالث شغلة مفتوح الأبواب أكثر قدامه الشخص. المنحة الدراسية بالسويد، طبعا الدراسة بشكل عام للدكتوراه مجانية بالكامل لأي شخص ومن أي دولة عم يقدم، هي مجانية، فبالتالي ما في تكاليف نعتبرها للدكتوراه. فهون بصفي الموضوع انك انت لما عم تدور على منحه، عم تدور على منحه تكون مجانيه بالكامل، يعني انه انت تدفع، تقدر يعني تقدر توفر ظروف المعيشه. وبالحقيقه هذا حلم اي شخص فينا، انه يطلع على يعني يدرس بدوله اوروبيه ويكون حاصل على منحه ومتحمل جميع التكاليف، لانه بالحقيقه بتعرف احنا بالنسبه لازم بدنا نقارن الفرق العمله، فالحياه الماديه باوروبا كتير كتير مكلفة بالنسبة لنا. موضوع الدكتوراه بالحقيقة هو موضوع كتير مهم للأشخاص اللي عم يدور على منح دراسية، لأنه الدكتوراه بإمكانه يقدم عليها شخص حامل إجازة جامعية أو شخص حامل ماجستير. كيف يعني؟ راح أوضح أكثر. يعني بالحقيقة هون الدولة السويدية بتعتبر ان الدكتوراه مفتوحه للجميع، يعني انت ما شرط يكون معك ماجستير لتعمل دكتوراه، يعني ممكن يكون معك اجازه جامعيه ومباشره تعمل دكتوراه، وممكن يكون معك ماجستير وتعمل دكتوراه مباشره. اجازه جامعيه كيف؟ السويد بتعتبر اي شخص دارس اكثر من 3 سنوات، اكثر من 3 سنوات بحق له يقدم على الدكتوراه مباشره، واي شخص دارس اقل من 3 سنوات فهو شخص لازم يعمل ماجستير بعدين ينتقل لموضوع الدكتوراه. هي الفرق الكبير، يعني هن ما بيوقفوا بوش حدا، حتى لو كان الشخص دارس سنتين ممكن انه يطلبوا، ممكن يعمل ماجستير ويروح يكمل دكتوراه بعدين. فهو هذا الموضوع كثير مهم، فهن ما بيوقفوا بوش حدا. فالموضوع اذا كنت دارس انت 3 سنين لازم تعمل ماجستير لتعمل دكتوراه، اذا كنت دارس 4 سنين لازم بامكانك تعمل دكتوراه مباشره. لكن في نقطه كثير مهمه بالحقيقه، دائما اللي معه ماجستير فرصه اكثر. ليش فرصه اكثر؟ لانه بالنهايه انت لما عم تقدم على منحه بالدكتوراه، يعني كثير مهم لما انك تثبت للدكتور او الدكتور ياخذ فكره انه انت عندك خبره سابقه بالابحاث وانت عامل ابحاث سابقه، فبالتالي هذا كمان بيريح الدكتور، بيوفر عليه عناء شرح كثير من المعلومات بالنسبه لك، وبالذات انك انت شخص عندك خبره وعامل ابحاث. بالاضافه لهالشيء انه الدكتور يعني بيعتبر انه هذا الشيء مريح بالنسبه له،
انه انت عندك خلفيه سابقه، فبالتالي برجع بقول الفرص بالنسبه لموضوع الدكتوراه بالنسبه للاشخاص اللي اجت الجامعيه هي بصراحه فرص ضئيله مقارنه بالاشخاص اللي حاصلين على درجه الماجستير. بالحقيقه عم تكون عندهم فرص كبيره وبالذات اذا عندهم ابحاث سابقه. طيب كيف بدي احصل على منحه دكتوراه مدفوعه تكاليف المعيشه؟ بالحقيقه في بالسويد شيء كثير شغله كثير كثير حلوه انا بعتبرها، اللي هي اسمها دكتور شينست، دكتوراند شينست بالسويدي بنقولها. الدكتوراند شينست هي بصراحه يعني دكتور بوسيشن خليني اقول بالانجليزي، اللي هي بالحقيقه وظيفه الدكتور، وظيفه طالب دكتوراه، وظيفه طالب دكتوراه، ايه وظيفه طالب دكتوراه. يعني كيف هي وظيفه طالب الدكتوراه؟ بتكون انه في بالحقيقه بيكون في دكتور او باحث معين بروفيسور عنده بحث معين، وهذا البحث بيكون كتير ضخم، ومن هذا البحث بينشق مجموعة أبحاث، فبالتالي هو بيقدم على وظيفة إنه هو بده مثلا 3 أو 4 دكاترة بموضوع معين مثلا. فهون بيقدموا الأشخاص اللي معجبين بهذا الموضوع أو اللي عم يدوروا على هذا الموضوع أو المهتمين بهي الدراسة المعينة، بيقدموا السي في تبعهم، بيقدموا اهتماماتهم، بيقدموا شروطهم، يعني الشروط المتوفرة عندهم، بيقدموا طلبوا بتصير عملية منافسة. طيب كما عم بيتم التقديم هو كيف عم يتم؟ هلا بالحقيقه لازم تاخذ فكره انت انه لما عم يتم تقديم لموضوع الدكتوراه وبالذات هي وظيفه طالب الدكتوراه، بالحقيقه عشرات الاشخاص مئات الاشخاص عم يقدموا معك. يعني تفكر حالك لما انت عم تقدم على هالوظيفه فانت الوحيد، عم يقدموا من الصين، عم يقدموا من الهند، عم يقدموا من كل الدول العربيه، عم يقدموا من اوروبا نفسها، عم يقدموا من دول شرق اسيا، عم بيقدموا من يعني من كل الدول، من ماليزيا الى اخره، من كل الدول عم يقدموا على هاي المنح. لانه منحه وظيفه الدكتور هو بالحقيقه انك انت عم تاخذ راتب لانك عم تشتغل بالابحاث، وبالاضافه لهالشيء انك انت عم تاخذ راتب لانك عم تقوم بابحاث مفيده للجامعه. وغالبا هي الابحاث اللي بيطلبوا عليها موظفين دكاتره هي ابحاث بتكون الدوله ماسكتها، يعني هي عاطي البروفيسور هذا الموضوع لانه هي عم تعمل دراسه تطويريه للمجتمع مثلا، او دراسه لها علاقه بالصحه، او دراسه لها علاقه بشيء معين. فبالتالي عم يدفع، يعني الدكتور عم يدفع راتب لانك انت اول شيء عم تقوم بعمل، عم تقوم بابحاث هي مفيده للدوله، بالاضافه انه انت عندك التزامات، انه انت بالاضافه لوجودك بالجامعه احيانا عم يكون عندك فتره وجود بالمعمل النفسي او بالمعمل الطبي او بالمعمل الصحي الى اخره، فبيكون عم يكون عندك شغل اضافي. وبالحقيقه موضوع الدكتوراه هون موضوع انه هو عمل كامل، انت عم تقوم بوظيفه كامله مدفوعه التكاليف، وهن عم يدفعوا لك راتب اي موظف، يعني تقريبا عم يدفعوا بحدود ال 2000 2000 وشوي دولار تقريبا لك بالشهر، وما يغطي تكاليف معيشتك بشكل كامل، وما يغطي تكاليف الدراسه بشكل كامل. التقديم بالحقيقه مثل ما قلت برجع بقول عم يقدم عشرات الاشخاص على هذا الموضوع، فبالتالي المنافسه كتير كبيره. يعني ممكن الواحد يقدم 100 طلب ها، ويعني من ال 100 طلب هو يراسل 100 دكتور، يعني خلينا نقول او 100 رساله جامعيه، من ال 100 3 أو 4 يردوا له، وبعد ما يردوا له ياخذوا زياده معلومات منه، ممكن هو يراسله، ممكن يرجع ما حدا يرد عليه، ممكن يرد عليه طلب واحد. فممكن انا بعرف اشخاص قدمت 300 طلب وتوافق على طلب واحد واجاها قبول على طلب واحد، بعرف اشخاص من اول طلب قدمته اجاها مقابله، وفي اشخاص يعني هي الشغله حظ. هلا هو شو اللي بيلعب دور بالحقيقه بموضوع القبول بهالحاله؟ هلا هو اللي بيلعب دور اول شغله السي في تبعك، انك انت عند عامل دراسات سابقه وشاغل بهذا الموضوع. ثاني شغله هي الرساله الشخصيه اللي عم تقدمها انت للدكتور، انت لما بتقرا عنوان البحث اللي انت بتحس حالك انه هذا البحث لازم تكون فيه، انت لازم تقدم رساله شخصيه للدكتور. الرساله الشخصيه اللي بيرسونال بريف بيقولوا لها بالسويدي، اللي هي انه ليش انت بدك تقدم على هذا البحث؟ شو الاسباب اللي دفعتك لانه تقدم لهذا البحث؟ هل في اسباب معينه يعني تقنع الدكتور انه هو لازم يقبلك دون غيرك؟ ما في عشرات عم يقدموا، يعني هذا الدكتور ممكن كل يوم عم يشوف شي 20 طلب مقدم، فانت بدك تقنع الدكتور، بدك تقول له مثلا شو الاسباب اللي هو لازم يقتنع فيها لحتى تقدم. ممكن تقول له انا عامل ابحاث بهذا الموضوع، ممكن تقول له انا مهتم بهذا الموضوع، عندي قراءات كثيره بهذا الموضوع، ممكن تقول للدكتور انه انا طبعا هي شغله كثير مهمه ولازم تسوى، انك انت الدكتور بدك تراسه، لازم تقول له انك انت قاري كل ابحاثه ومطلع على اهم التطورات اللي واهم الابحاث اللي هو سواها، وعامل قراءات لكتبه مثلا. ليش؟ لانه بالحقيقه هذا الموضوع يعني ما هو مثل ما بيقولوا عنه ما هو كولكي، لا، لانه اهتمامك بالدكتور واهتمامك
بموضوع دراساته واهتمامك بأبحاثه، هو بالحقيقة بيعكس اهتمامك بالبحث نفسه بنوعية الدراسة اللي عم يدرسها هذا الدكتور. فبالتالي هو لما بيشوفك بيهتم بدراسته، ما الموضوع شخصي، موضوع الاهتمام بدراسته هو موضوع ان انت ما مهتم بشخصه، انت مهتم بدراسته. فهذا الموضوع ما له علاقه والله انا عم مسح شو ما مش شو، لا لا الموضوع مو هيك. بالعكس الاوروبيين بيحبوا هيك وبيحبوا تبرز اهتمامهم بالابحاث اللي عم يسويها هذا الشخص، وانك انت عم تقرا له، وهذا الشيء بالعكس بيرفع معنوياته يعني، بيعطيه دافع ايجابي. وبالاضافه انه هو بيدعمك، انه هذا الدكتور يعني بيشوفك انك انت مطلع وانك انت متابع الموضوع وانك انت متابع الدراسات اللي عم تصير، فبالتالي هذا الشيء ايجابي بالنسبه لك. نقطة ثانية وكثير مهمة بالحقيقة، امتى منح الدكتوراه موجودة؟ منح الدكتوراه متوفرة على مدار السنة. طبعا انا برجع بقول في فرق بين انك انت عم تقدم دكتوراه جاي تدرس بمصاريك، في فرق انك انت جاي عم تدور على وظيفة دكتور، وظيفة الدكتور بتفرق. فكثير بدكم تنتبهوا من هذا الموضوع. المنح الدكتوراه بالحقيقة متوفرة على مدار السنة، دائما في منح، يعني ممكن كل فصل يكون في منح دراسية، او كل شهر يكون في منح دراسية، يعني هو حسب حاجة البروفيسور اللي عم يعمل بحث. فممكن كل شهر تعمل بحث، كل شهر عفوا يكون في منحة دراسية. فهذا الموضوع بالحقيقة لازم يكون موضوع متابعة منكم انتم. كيف كنت تابعوا هذا الموضوع؟ بالحقيقة بدك تفوت على موقع الجامعات، يعني هن ثلاث جامعات او خليني اقول اربعة او خمس جامعات كتير مهمين بالسويد، هدول دائما بيعملوا وظيفة، دائما بيطلبوا وظيفة الدكتور. في عندنا جامعة لوند، ولحط رابط جامعة لوند أنا بأسفل الوصف، وجامعة يوتوباري، وجامعة ستوكهولم، وجامعة لينشوبينغ، وجامعة أوبسالا. جامعة يوتوباري، يوتوباري هي نفسها، هي لفظة بالإنجليزي غوتنبرغ، هي نفسها غوتنبرغ. فبتفوتوا بمكانكم تدوروا فيها. طيب وين بدكم تدوروا؟ ما تفوت على موقع الجامعة، وين بدك تدور؟ طبعا بتقلب الموقع، أنت إنجليزي أو اللي عايش بالسويدي بيعرف سويدي بيقلب سويدي طبعا، وبتدور بالاعمال المتوفره، يعني ما بتدور بموقع انه في موقع خاص لهدول الاشخاص، لا، وانما بتفوت على الاعمال المتوفره، يعني هي وظيفه، لانه فانت لما بتدور عليها بتدور عليها ضمن الوظائف الشاغره بقلب الجامعه بيكون موجوده. فبالتالي هي الوظائف متوفره بشكل دائم، بتمنى من الاشخاص انه يحاولوا يبحثوا عنها. طبعا هلا ممكن بعض الاشخاص يقولوا لي ليش ما فتنا على الموقع، ليش ما فتنا، يعني ليش ما ورجيتنا؟ بالحقيقه ما بدها، لانه اصلا اللي بده يقدم على منحه الدكتوراه لازم يكون عنده اللغه الانجليزيه كتير كتير تكون ممتازه. فبالتالي يعني موضوع انه هو يفوت على الجامعه ويقدم طلب ويقرا الشروط، هذا موضوع كتير سهل بالنسبه له. اما اذا انت انجليزيتك ما منيحه ومستواك اللغوي ماله منيح، فانا بقول لك ما في داعي تضيع وقت، لانه موضوع اللغه ثم اللغه ثم اللغه ثم اللغه هو اولا وقبل كل شيء. يعني قبل ما تدور على منحه لازم يكون معك التوفل او الايلتس، هذا مفروغ منه هذا الكلام، او اذا بدك تدرسها باللغه السويديه لازم يكون معك تيتوس، يعني الزفيسكتي، خليني اقول الساستريا اللي هو اعلى مستوى. فبالتالي موضوع انك كيف تفوت تقدم على منحه، هذا موضوع انا بعتبره انه صفى شغلكم، وموضوع متابعته هو موضوع شغلكم. كل يوم في ابحاث. النقطة اللي بدي نوه عليها انه انت لما بتقدم على منحة دراسية لازم تعمل حسابك، بالذات موضوع دكتوراه، لازم تقدم كل دكتور بتقدم له، يعني انت ممكن تشوف 10 ابحاث مهم، فلازم تراسل انت كل هدول الدكاترة. برجع بذكركم في اشخاص راسلوا 100 مرة و200 طلب و300 طلب قدمت وما توفق مباشرة على الطلبات. فبرجع بقول انا وباكد انك انت لما بتقدم على موضوع الدكتوراه لازم تبعت السي في تبعك، ولازم تبعت الرسالة الشخصية. كتير بشدد على موضوع الرسالة الشخصية، الرسالة الشخصية لا تحاول تعمل كوبي بيست وتبعت نفس الرسالة لكل الدكاترة، لا، كل الأبحاث مختلفة عن بعضها. فأنت لما بدك تبعت رسالة شخصية لازم الرسالة الشخصية تكون مبين للدكتور أنك أنت كتير مهتم فيه، كتير مهتم بدراسته، كتير مهتم بأبحاثه، وتحاول تظهر له أنك أنت قارئ ومطلع على الابحاث واللي لها علاقه بهذا المجال، وانك انت قارئ ابحاثه اللي سواها وعملها بهذا المجال. لانه بالحقيقه هذا البروفيسور اصلا لو وصل لهالمرحله انه سوى بحث وفي عنده فريق من الدكاتره تحته، فبالتالي هو عباره عن شخص خبير، هو عباره عن عالم موجود بالدوله، فنحن لازم نكسب منه. فبالعكس رجوعك لدراسته هو فائده لك، وحاول تثبت للدكتور اللي عم تقدم انك انت على قدر الثقه. برجع بلخص الموضوع وبحكي نقاط أساسية كتير. بالنسبة لموضوع الإجازة الجامعية، بصراحة موضوع المنح هو موضوع كتير صعب شوي، وفي غير أنك ممكن ترجع تتعدل الثانوية،
ورح يكون في جزء من التكاليف موجودة، فبالتالي هذا الموضوع صعب. موضوع الماجستير في بعض المنح تكون مجانية، وبالحقيقة آخر منحة قلت كانت من شهر 10 لشهر 1، وكان في 15 كرسي مخصص للسوريين فقط، يعني مخصصين انه هدول السوريين ما طالبين منهم شروط تانية. واحيانا بيطلبوا، يعني كانوا طالبين بعتقد 255 كرسي. بالنسبه لموضوع الدكتوراه، موضوع الدكتوراه بالكامل، وفي فرصه كثير كبيره عليها. مين بيحق له يقدم على الدكتوراه؟ طبعا اي شخص معه اجازه جامعيه 4 سنوات، اكثر من دارس اكثر من 3 سنوات بيحق له يقدم على الدكتوراه مباشره، او اللي معه ماجستير بيحق له يقدم عليها مباشره. طبعا برجع بذكر هون وباكد على الموضوع انا انه اي شخص بحق له يقدم، لكن فرصه من الاشخاص اللي معه ماجستير اكثر بالحقيقه، لانه هو عنده خبره بالدراسات البحثيه، فبالتالي ممكن الدكتور يسهل على حاله الموضوع، يقول انه يعني اسهل بالنسبه للدكتور، بيوفر عليه وقت، يعني لانه دائما الدكتور بده العمل مباشره وبده العمل يكون بشكل سريع. الجنسية والدراسة بالسويد، هلا شو هل بامكاني انه انا عم بدرس بالسويد انه انا اخذ الجنسية السويدية بغض النظر عن الجنسية جنسيتك، يعني انت سواء كنت فلسطيني او سواء كنت سوري او سواء كنت مصري او الى اخره، هل بامكاني انه انا احصل على الجنسية من الدراسة؟ طبعا انت لما بتكون جاي على السويد بعقد دراسة، بالحقيقة هذا العقد رح يضل دراسة، فما فيك تاخذ بالحقيقه يعني ما فيك تقدم على اقامه دائمه وتحصل على الجنسيه فيما بعد. لكن اللي عم بيصير انه الطلاب الدكاتره اللي معه دكتوراه وجاي وظيفه الدكتور، هو صار له 5 سنين عم يشتغل، فبالتالي لغه السويديه صارت كثير ممتازه، لغه الانجليزيه كثير ممتازه، فهذا عم يفتح له فرص عمل بالحقيقه بمجاله، ممكن بالجامعه، ممكن برا الجامعه، ممكن بمؤسسه ثانيه موجوده بالسويد، فبالتالي عم تتحول هون انت بعد ما خلص جامعه ممكن تقدم على العمل، فبتتحول اقامتك بتصير اقامه عمل. لما بصير اقامه عمل هون ساعتها بامكانك يعني تضل بالسويد، واقامه العمل بعد فتره معينه بتمنحك جنسيه وبامكانك تقدم على الجنسيه السويديه. اما ما غير هيك بالحقيقه لا. بالنسبه لموضوع طلاب الماجستير، بس حابب نوه ما موضوع الدراسه على فكره بالماجستير، كونه ما في ضغط كثير مثل موضوع الدكتوراه، فبامكان الواحد انه يشتغل، يعني بامكانه يحصل عمل اذا اجى لهون، بس بالحقيقه انه بده يشتغل على موضوع اللغه شوي، مو شوي بالحقيقه، بده يشتغل على موضوع اللغه كثير، لكن بامكانه يشتغل. اما طالب الدكتوراه اللي جاي بقصد الدكتوراه ما يفكر نهائيا، لانه اصلا هو موظف، يعتبر موظف، فوقت طويل عنده بالحقيقه للعمل والدراسه، يعني صعب كثير انه يشتغل بغير دوامه. طبعا هذا بالنسبه لموضوع الجنسيه، فالاشخاص اللي عم تفكر بموضوع الجنسيه ممكن، لكن لازم يعني لما بتشتغل على حالك، انه انت لو تكون عم تشتغل موضوع الدكتوراه ظبط حالك باللغه السويديه، ظبط حالك باللغه الانجليزيه، طبعا هو رح يكون بصراحه لك علاقات، وممكن اذا كنت مجتهد مع الدكتور يعني هن يساعدوك انك تلاقي شغل، فتتحول اقامتك من اقامه دراسه لاقامه عمل وتضل بالسويد. هلا بالنسبه لموضوع المنح باوروبا، هلا بالحقيقه يعني انا من خلال بحث عن الموضوع لقيت انه في 5 جامعات بتقدم افضل المنح الدراسيه. المنح الدراسيه بالحقيقه رح تكون طبعا في بعضها مغطى التكلفه كامله، في بعضها خاص فقط بالمتفوقين، في بعضها خاص بانه او خليني اقول مفتوح لعامه الناس انها تقدم على هالمنح. طبعا واللي بيلعب دور هو الرساله، مثل ما قلت الرسالة اللي عم يقدمه الشخص والسي في اللي عم يقدمه الشخص. طبعا المنحة الأولى اللي حاحكي عنها هي منحة جامعة برايتون البريطانية. طبعا بالحقيقة هي المنحة هي مخصصة للمتفوقين والمتطوعين وأصحاب الموهبة، يعني وأحيانا بيعملوا مسابقات بهي الجامعة، مسابقات لتقديم للقبول على القبول بهي المنح الدراسية. طبعا كيف يعني، طبعا المتفوقين ما في داعي نحكي عنه، الموهوبين في بعض الأشخاص عندهم مواهب بمجال معين أو بتخصص معين، ممكن يبعثوا إنجازاتهم اللي ساووها للجامعة أثناء وجود المنحة هاي أو أثناء افتتاح المنح، ممكن الجامعة تقبل هذا الشخص بهذا البرنامج بناء على المعطيات اللي قدمها أو بناء على الشيء المميز هو اللي قدمه للجامعة، وممكن عن طريق مسابقات. المسابقات غالبا بيكون اما عن طريق دراسة معينة، بيبعتوا دراسة معينة بس مثل مسابقة مين عامل افضل دراسة او مين مجاوب افضل اجابة على استبيان معين، او ممكن يكون عن طريق رسالة شخصية، مسابقة عن طريق رسالة شخصية للشخص اللي قدمه واظهر امكانياته او اظهر انه هو عنده امكانيات لانه يشتغل او ينقبل بهذا
لهي المنحة. طبعا هي بس بالنسبة للجامعة البريطانية. هلا بالنسبة لموضوع الجامعة الثانية هي جامعة جولييت هنريت. هلا جامعة جولييت هنريت بالحقيقة هي جامعة مغطاة التكاليف تماما، يعني أول شغلة هي مدفوعة التكاليف، يعني هي الجامعة نفسها عم تدفع، هي مسؤولة عن 15,000 يورو عم تدفع سنويا لإلها نفسها، بالإضافة إنه هذا الشخص عم ياخذ راتب من هي الجامعة ما يقارب الألف يورو. طبعا هي جامعة بتغطي كامل التكلفة لهدول الأشخاص. طبعا هي الجامعة بتعطي المنح بالماجستير وبالدكتوراه، فبالتالي مغطاة التكاليف. طبعا مع ملاحظة إنه أنا لحط لينك لكل جامعة تحت برابط الوصف. جامعة أكسفورد بالحقيقة عم تقدم منح دراسية لطلاب الماجستير، منح دراسية لطلاب الماجستير وكمان مغطاة التكاليف، وعم تقدم منح خاصة للدول النامية، لدول العالم الثالث خليني أقول. تمام، طبعا عم تكون مغطاة التكاليف. طبعا جامعة أكسفورد كمان المنافسة عليها قوية جدا. أحيانا المنافسة ممكن تكون، يعني هن ما طالبين أشخاص متفوقين، وإنما الأعداد الهائلة اللي عم تقدم على هي الجامعة عم يخلوهم هم يعملوا مقارنة، وغالبا بالحقيقة المقارنة عم تكون عن طريق الرسالة الشخصية. برجع بركز وبرجع بشدد على موضوع الرسالة الشخصية. الرسالة الشخصية لازم تكتبها كتير بعناية، ولما تقدم أكثر من طلب لازم تكتب أكثر من رسالة شخصية. الرسالة الشخصية لازم تتوافق مع الطلب اللي أنت عم تقدمه، ولازم تقرأ عنوان البحث مزبوط، ولازم تقرأ شو المطلوب مزبوط. وأنا برأيي كل ما انت بتقدم على منحه دراسيه معينه ارجع للدكتور صاحب المنحه الدراسيه واقرا عنه واقرا عن اعماله. ممكن لما بتقرا عن اعماله احيانا تفهم بالضبط هو شو طالب. في عندنا منحه الشرق الاوسط. هلا هي منحه الشرق الاوسط كمان هي منحه مغطاه لجميع التكاليف، ومنحه الشرق الاوسط احيانا بيطلبوا اجازه جامعيه، يعني ممكن الواحد يجي اوروبا يدرس اجازه جامعيه، واحيانا عم تكون ماجستير واحيانا عم تكون دكتوراه، طبعا مغطاه كامل التكاليف هي المنحه. كمان لحط الرابط انا تحت بامكانكم تفوتوا عليها وتتابعوا الموقع دائما. المنحة الأخيرة هي اللي حأحكي عنها هي منحة ويستمنستر للدول النامية، كمان هي منحة مغطاة تكاليف وعم تكون لطلاب الماجستير والدكتوراه، وفي فرص كبيرة للتقديم. طبعا أنا حكيت عن أهم المنح الدراسية، في منح موجودة باليابان، في منح موجودة بالصين، في منح موجودة بكل أوروبا على فكرة. يعني الموضوع بالحقيقة هو بده موضوع متابعة، بس أنا طبعا ما حقدر أحط كل شيء. أنا رح أحط أهم اللينكات، وهي اللينكات انت كل ما عليك انك تعمل نسخ لهي اللينكات عندك، او تحفظ هي الصفحات عندك، وانت تعمل عملية متابعة للموضوع. يعني في بعض المنحة بتفتح بشهر 10، في بعض المنحة بتفتح بشهر 6، في منحة بتفتح شهر 1، في منحة بتفتح شهر 2. يعني انا بالحقيقة كنت اول شيء عم حاول دور لكم على شيء واضح، بحيث اني نشوف طريقة التقديم وكيف فينا نفوت نقدم، او شيء جاهز نفوت هلا نقدم عليه. بس بالحقيقة الكم الهائل اللي لقيته من المنح الدراسية يعني خلاني بالحقيقة فكرت، يعني هو يعني جعل من موضوع الفيديو نحكي عن منح دراسية هو موضوع صعب. ليش؟ لأنه منح دراسية هي منح بالحقيقة متوفرة دائما دائما وعلى مدار السنة. يعني إمتى ما فتت في منح دراسية، لكن بدك أنت تقرأ المنح وتقرأ الشروط. يعني ممكن تكون منح مغطاة تكاليف، ممكن يكون المنح مغطاة جزء من التكاليف، ممكن المنح في منح مو مغطاة تكاليف، في منحة بتعتبر، في جامعات بتعتبر انه هي فتح باب القبول للاشخاص من دولة اخرى، هو بحد ذاته منحة وانت مسؤول عن الدفع ومسؤول عن تكاليف المعيشة. طبعا كل هاي اللينكات انا احط لكم اياها تحت برابط الوصف، وكل ما عليك انك تضغط على اللينك وتفوت وتتابع انت المنح الدراسية المتوفرة باستمرار. طبعا بدي اقول انه المنح متوفرة بشكل دائم وعلى مدار السنة، فكل ما عليك هو موضوع المتابعة. هلا بالإضافة لهالشيء أنا حطيت أهم المواقع، خلونا ننتقل للموضوع الثالث اللي يتعلق بمواقع التقديم. طبعا برجع بقول بعد ما عملت بحث بالحقيقة على موضوع المنح الدراسية، طبعا لقيت كتير مواقع موجودة مخصصة للمنح الدراسية، وفي بعض المواقع على فكرة باللغة العربية. منشان هيك لقيت انه في بعض المواقع حسيتها بالحقيقة انه هي كتير مهمة هاي المواقع. يعني في بعض المواقع ما بتجيب المنح من كل الدول، يعني مو من انه والله من انه انت فتت لموقع المنح مثلا للسويد، او فتت موقع منح لبريطانيا، لا، هذا موقع بيجيب كل المنح وبيحطها عليه لهذا الموقع، وانت بتفوت بتصير بتدور على المنح الدراسية اللي موجودة بكل الدول. طبعا هي ثلاث مواقع انا حطيتها، موقع اسمه فرصة، طبعا نفس الشيء انت حتفوت وحت
تدور، وممكن انك يكون في لينك خاص انه يطلب منك انك تحدد التخصص او ما شابهه، وممكن تشوف كل التخصصات الموجودة. وفي موقع تاني اسمه هوت كورسيس، هوت كورسيس يعني هو موقع كمان في منح دراسية طبعا لكل الجامعات. يعني بالحقيقة بعتقد انه هذا الموضوع كتير كتير جيد. ليش؟ لانه انت ممكن تفوت على موقع تلاقي كل المنح الدراسية، لكن في بعض الاشخاص بيحبوا يفوت على موقع الجامعة مباشرة يعني ويدققوا اكثر بموضوع المنحة ويقروا الشروط بشكل تفصيلي. انا بطلب من يعني انا بقول انه اذا انت فتت على هذا الموقع لقيت منحة لجامعة معينة، مباشرة انت فوت على الجامعة مباشرة، فيك ما تقدم عن طريق هذا الموقع، وانما فيك تحصل على اخر الاخبار. طبعا في موقع ثالث اللي هو موقع اسمه هاي سكسز. هذا الموقع كمان هو بيقدم بيكتب مجموعة من المنح الدراسية بإمكان الأشخاص المتابعين يفوتوا يقدموا عليه. بالحقيقة أنا كنت حابب أقدم يعني معلومات تفصيلية أكثر عن الموضوع، لكن بالحقيقة الموضوع ضخم، موضوع المنح الدراسية يعني بالحقيقة بده العديد من الفيديوهات. يعني ممكن نفوت على كل موقع ونقدم، بس طبعا يعني أنا فكرت بالموضوع بعدين ولقيت انه الاشخاص اللي بدها تقدم على المنح الدراسيه هي اشخاص لازم يكون لغتها الانجليزيه كتير بيرفكت، فبالتالي ما في داعي الواحد يعني خليني اقول ما في داعي انه انا فوت ووضح انه هون بدنا نكتب اسمنا وهون لازم نقدم وهون لازم نعمل. فبالتالي الاشخاص اللي عم تقدم منح هي انجليزيتها كتير ممتازه، فبالتالي بهي المواضيع انه كيف الواحد يفوت يقدم، هي تعليمات موجوده على الموقع اصلا يعني ما بده حدا يجرحها، فقط انت فوت تابع الموضوع وقدم. وبرجع بنصح الاشخاص او جميع الاشخاص اللي حابين يدوروا على منح دراسيه يفكروا بموضوع اللغه الانجليزيه بالدرجه الاولى، اللغه ثم اللغه ثم اللغه، فيما بعد فكر بموضوع المنحه، لانه موضوع المنحه بدون لغه موضوع كتير صعب. يعني حتى لو انت بحثت عن شخص هو اللي يكتب لك الرساله الشخصيه وهو اللي يعمل لك اياها، ممكن انه الدكتور يراسلك يطلب منك مراسله مباشره، او ممكن يعمل معك شات، او ممكن يحكي معك على التليفون مباشره لياخذ منك معلومات. تكونوا كتير واضحين وكتير صريحين مع انفسكم قبل ما تقدموا، لانه ما بتعرف انت تجيك الفرصه. في اشخاص قدمت طلب واحد ومباشرة تم الاتصال فيه، وقلت لكم في أشخاص قدمت عشرات الطلبات. بصراحة أشخاص بعرفها صدقوني قدمت 300 طلب وأكثر وإجاها موافقة يمكن على طلب واحد. الموضوع مثل ما قلت موضوع منافسة كتير كبير، وبيطلب من الأشخاص بالحقيقة مجهود كبير. وبالنهاية أنت كونك شخص عم تبحث عن موضوع الدكتوراه، فأكيد أنت شخص قارئ ومطلع ومتعلم، فأنت لازم تتابع هاي المسيرة وتطلع وتتعلم وتقرأ عن الرسالة أو عن موضوع البحث اللي أنت عم تقدم منحة عليه لحتى تقدر تقتنع الدكتور بهذا الموضوع. بتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع، وبتمنى أنا بالحقيقة أن يكون يعني قدمت موضوعات تفصيلية أكثر، بس الحقيقة موضوع يطول جدا جدا جدا. أنا أعطيت لمحة عامة، لحط أهم اللينكات بالوصف، بإمكانكم تضغطوا عليها وتفوتوا تبحثوا بهدوء عن الموضوع. هذا كل شيء بالنسبة لليوم، بتمنى انكم يكونوا استفدتوا، وبتمنى انه يكون في فائدة للجميع. وان شاء الله انا لحاول دائما احط المنح الدراسية بصراحة اللي بتوقع بين ايدي او اللي بشوفها لحطها على صفحتنا بالفيسبوك، فممكن تتابعوا هذا الموضوع على صفحتنا. ولحاول زودكم اول باول بمعلومات كمان على قناتنا على اليوتيوب عن هذا الموضوع، اذا كان في اشياء بصراحة او منح حسيتها يعني مغرية ممكن تقدموا عليها، فممكن اعمل فيديو سريع عن الموضوع ونزل لكم اياه. بتمنى التوفيق للجميع، وبتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.